حقيقة الأتراك أردوغان استفاد كثيرا من إيقاف أو من الهدنة التي أعلنت يوم 12/1، نقل جنود وضباط وخبراء ونقل معدات وأسلحة عسكرية إلى مصراتة وإلى طرابلس وإلى زوارة، وقام بإعداد عدة عسكرية لازمة للقيام بمهام إرهابية في هذه المنطقة. قاموا بإطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة، ولكن تذهب لا تعود إلى مواقعها لأنها تسقط من قبل وسائط الدفاع الجوي. هناك الآن رصد من قبل سرايا الاستطلاع لتجمعات لهذه الميليشيات في أقصى جنوب الغربي بمحاذاة الحدود الليبية التشادية، وهناك توافد لمجموعات إرهابية من التنظيمات في الدول المجاورة ومرتزقة فارقة في هذه المنطقة الآن. الأسبوع الماضي بعد ضربات جوية ناجحة ضد ميليشيات كانت تتحرك في تلك المنطقة، وكل الميليشيات التي تتحرك في تلك المنطقة هي ميليشيات إرهابية متطرفة. بعد نجاح القوات المسلحة أو القوات الجوية في دك هذه الميليشيات، قامت وحدات وسرايا من القوات البرية من تطهير مواقع تواجد هذه الميليشيات في مزارع غدوة في تراغن وحتى أم ذرانب وحتى منطقة مرزق، الآن هي تحت الاستطلاع وتحت أعين القوات المسلحة.